رحنا على من هذا المنبر انا اشتكي على عمري منك. ليه؟ جات مبادرته ما صحاني وانا موصيه ثلاث مرات من اربع. لا والله جاي طيب اقول لك شيء، وانا اشتكي على عمرو بن منير جايه واقول له ترى فارس السيد مستدعينا عشان نسجل عمل، لا بدت المبادره ترى قال المبادره تسجل. قلت هذولي لازم يسجل العمل ضروري، يعني امر من فوق، امر مهم. اي امر السلطه العليا، السلطه العليا. ما دامكم طلعتوا ما في صدوركم انا بطلع ما خلي بضارب ما في صدري. يلا هم. وقلت له قلت يا عامر تراني في وجهك انك تناديني. قال تم انا وسيف ونروح وتبدا الفعاليه لها 10 دقائق ما دق علينا ولا كلمنا. طيب واش ما فيكم شيء وانهب لنا هقول لا اله الا الله على فارس. قلت دق على الاعداد شوف شو وضعه. كيف دقيت على فارس؟ خليت انا عند فارس. ايوه قلت له يدق على الاعداد ويدق على الاعداد. قال المبادره بدت من ذا. قلت انا عنذرك يا انا لازم، لانه قال لنا عامر انه مشاركه كل واحد من اهله مقطع وكذا. يا ولد انا جاني بيتين من منصور البيخار ومرتب الامور كل ابوها وعلي برد وحضر مبادرته الحين ركبنا مشي. خلصت انت؟ انا بطلع اللي في صدري. بس انا بطلع اللي في صدري. لا ما على كيف انا بس تعرف جاني رساله بشوفها. تدري ايش قال؟ تدري ايش قال عنك وعن محمد؟ قال والله انهم مساكين وعد رمام انهم تعبانين. طيب اول شيء والله الشاده اول شيء كلامه هذا ما نقبله. مردود عليه، مردود عليه. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. اول شيء سفراء وقف رياجي لنا مكانتنا في الدولة. نعم. وقف برنامج البرنامج الغبي السبك اللي بيدق شطرنج يلبي تعالى قلعت شطرنج يلبيه يا قبلة البزنس كل بوها وش بزين آه اذبحني اذبحني. يلا تعال تعال فلاح. أنت متأكد العايض وش اسمه وعيد؟